عايز اتكلم معاك كلمتين. بس انا بقى زي ما انت شايف كده مش فاضي، فوت علينا امس. بس بدري شويه. انا لازم اتكلم معاك حالا. اذا كنت مصمم قول اللي عندك. انا عايزك على انفراد. احنا مفيش بينا كلام سر، والجماعه دول اخواني وحبايبي واصحابي، وانا ما بخبيش عليهم حاجه ابدا. اسمعوا يا جماعه، انا هقول لكم الحكايه. هتقوم معايا ولا لا؟ ده رايي يا جماعه ما تاخذهمش يا بيه، اصل دول جماعه سطر زي ما انت شايف. ما تقوم معايا مصلح، يمكن عايزك في كلمه سر ولا حاجه. قوم خش جوه في اوضتي فاضي ما فيهاش حد. خلاص امرتي يا قمر. بس قمر تخين شويه. اتفضل يا محمود بيه، اتفضل. هتشوف لنا كاس يا عمر يا سيد. بصحتك. ازاي تجيب البنت في مكان حقير بالشكل ده؟ عمري ما كنت اتخيل انك تبقى بالسفاله دي. وانت مالك؟ بنتي وانا حر فيها؟ انت عارف انها مش بنتي. لا بنتي، وكل الناس عارفين انها بنتي. ولا تحب اوريك البطاقه وشهاده ميلادها؟ انت احقر واخس بني ادم شفته في حياتي. شكلك حلو قوي وانت بتتكلم عن الحقاره والخس. ناقص كمان تكلمني عن الضمير والاخلاق والشرف. الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي. اسمعني يا مصلحي، انا جاي اتفاهم معاك. سيبنا من اللي فات وخلينا في النهارده. النهارده انت بتتكلم على كيفك. انت عارف النهارده ايه بالنسبه لي؟ مفيش. انا حياتي كلها كانت امبارح. امبارح كان كل حاجه، البيت والزوجه والبنت والمدرسه. امبارح كنت بني ادم، النهارده انا ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ كل ده راح مرة واحدة، مرة واحدة كده زي ما يكون حلم. يا مصلحي، اللي حصل كان أقوى مننا كلنا. أنا معترف إني مسؤول عن كل حاجة ومستعد أتحمل النتيجة. النتيجة؟ لو كنت أضمن إن قتلك يشفي غليلي. فوق يا مصلحي، فوق. ما تنساش انت بتكلم مين. انت عاوز ايه؟ البنت. بنت يا مصلحي، المرة دي مش هتخلى عنها حتى لو اضطريت اني امسحك من الوجود. انت عارف ان ده في ايدي، مش بعيد عليا. انا مقدر المأساة اللي انت عايش فيها، لكن انا كمان في مأساة من ساعة ما شفت البنت وعرفت انها بنتي من لحم ودمي. والحياه بقت عذاب. استغفر الله يا محمود بيه، ودي تيجي تبقى بنتك اللي من دمك موجوده وتخلي راجل غيرك يربيها؟ انا مستعد انفذ لك كل اللي تطلبه، مستعد ادفع لك كل اللي انت عايزه. بس انا بقى مش هبيع البنت، وانا مستحيل اسيب بنتي، مش هسيبها. انت فاهم؟ اطلع بره، امشي، مش عايز اشوف وشك تاني. بتاع النيابة قبض على بنتك. نادية،
مشغول عني بإيه؟ بعمل بلوفر لداليا عشان الشتا. هنفضل طول عمرنا نجري ورا ابوها عشان يسيبها لنا. بس ده مجنون. ليه مجنون؟ انت لو كان لك بنت كنت تتخلى عنها. بس ده معيشه في بيت قذر، في بيت دعاره. ابوها يا اخي وهو حر فيها، احنا هنفضل رابطين حياتنا بيه هو وبنته؟ اذا كان الموضوع ده تعبك يا محمود، اتجوز واحده تانية وخلف منها. اتجوز ناديه؟ انت بتقول ايه؟ اعمل لك ايه بس يا محمود؟ انت بتصرفاتك جبت جرحني، بتخليني احس اني سبب في كل اللي بيحصل ده، لاني مش قادره اساعدك واحقق لك اللي انت عايزه. ما تقوليش كده يا ناديه، ارجوكي ما تفهمينيش غلط. انا ساعدت معاكي انت وهفضل طول عمري احبك.